بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده جمعه ختام الصوم اللي فيها بنحتفل بنختتم ايام الصوم المقدس وبنستعد لبدايه اسبوع الالام. وفي هذا اليوم تعودت الكنيسه انها تقيم صلاه سر مسحه المرضى الانديل. وسر مقدس من اسرار الكنيسه السبعه، وبينال بها المريض الشفاء من أمراضه النفسية وأمراضه الجسدية بمسحة الزيت المقدس، وبيستمد نعمة الشفاء من الله. وسمي سر الأنديل لأنه هو كان بنستعمل فيه أنديل، الزيت كان بيتحط في الأنديل، والأنديل له سبعة أناديل في كل صلاة بنضيء واحد، وفيما بعد استبدل بطبق الزيت وفيه سبعة فتايل من الزيت، وكل صلوة بنضيء فتيلة من الفتايل السبعة. ورقم سبعة مهم جدا في الكنيسة، وهنا بيشير لأرواح الله السبعة اللي ذكرت في سفر الرؤيا، وبيها بينال المريض الشفاء بدهنة الزيت. وتعودنا ان احنا نضع السبعة فتايل في الطبق على هيئة صليب. اللي أسس سر مسحة المرضى هو السيد المسيح له المجد، لما أمر تلاميذه قال لهم اشفوا المرضى وطهروا البرص، وقال لهم أيضا أي مدينة دخلتموها وقبلوكم فاشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. الآباء الرسل الأطهار مارسوا هذا السر، وذكر الكتاب المقدس عنهم أنهم خرجوا وصاروا يكرزون للناس أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين وشفوهم. معلمنا يعقوب الرسول نصح المؤمنين وقال لهم أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان فعل خطية تغفر له. وهنا بنقول عشان المريض يستفاد من سر مسحة المرضى مهم جدا ان هو يمارس سرين اخرين مهمين جدا وثيق الصله ومرتبطين جدا بسر مسحه المرضى، وهو سر الاعتراف. وبعد لما يترشم بمسحه الميرون سوري بمسحه زيت مسحه المرضى يمارس سر التناول، يتناول من الاسرار المقدسه، يعني بيمارس ثلاث اسرار. عشان كده بنقول ان انسب وقت لممارسة هذا السر هو في الصباح الباكر، بيبقى الكاهن مستعد يعني ما كسرش الصيام، والمريض أيضا بيبقى مستعد حسب ظروفه الصحية. ومن المستحب أن تصلى السبعة صلوات كاملة، لا يليق أن احنا نختصر منها أي شيء. وفي أقوال كثير من الآباء ذكروا حاجات عن هذا السر وعظمته وقيمته في شفاء المرضى. والزيت ده بنحافظ عليه. الرشمة بتاعت سر مسحة المرضى بترشم المريض في جبهته وعند صدره في قلبه وبيترشم في الإيدين في رأسه، لأن الرأس هي مركز الحواس والأفكار، وفي قلبه لأن فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، والإيدين اللي هي أداة العمل، الإنسان بيعمل كل حاجة في حياته بالإيدين. ويستحسن بعد كده لو السر أقيم في بيت من البيوت إن المريض يرشم هو بقى نفسه بعد كده في بقية السبعة أيام بزيت مسحة المرضى عشان ينال قوة الصلاة وقوة هذا السر. لا يليق ان احنا نرشم حد من غير المؤمنين بهذا السر، ممكن نرشمه بزيت الزيت المصلي، الزيت العادي اللي حضر الصلاه، لكن سر مسحه المرضى سر لا يليق ان يرشم به الا الانسان المؤمن. وقبل ما يتناول، لانه لو يتناول خلاص التناول ده هو اعظم الاسرار، او يعني هو قمه، ما ينفعش بعد كده بعد ما حد يتناول يترشم بالزيت، ما ينفعش. ولما من المعروف ان السر ده بيقام، كل اسرار الكنيسه تقام في الكنيسه ما عدا هذا السر
اللي هو ممكن ان هو يقام في البيت لو في انسان مريض. لذلك الكنيسة حرصت انها مرة في السنة بتعمله اللي هو يوم جمعة ختام الصوم. والحكمة من كده ان عشان الناس ما تنساش هذا السر، يعني بنقيمه في الكنيسة عشان الناس تفتكره باستمرار وتاخد بركته وقوته، وعشان كمان كل المؤمنين يحضروا مع بعض هذا السر وياخدوا قوة هذا السر. ولأنه ممنوع ان احنا نعمل هذا السر في اسبوع الالام عشان بنبقى مركزين على الام المسيح المخلصة، فبنيجي في اخر يوم في الصيام الكبير وناخد بركة هذا السر، وبنعمله لما بنيجي نتمم هذا السر في الخرس الثاني، يعني مش في خرس الشمسة، خرس الثاني بعد رفع البخور بنقيم هذا السر. واختارت الكنيسة هذا الميعاد لأن في نهاية الصوم بتبقى مفروض يعني الحالة الروحية بتاعت الناس بتبقى مرتفعة بسبب الانقطاع الطويل في الصوم والقداسات المتأخرة والصلوات المستمرة، فبينالوا قوة وبركة من ممارسة هذا السر. اتعودنا لما بنصلي في السر ده بنقول الكلام بلغة الجمع، يعني مش بلغة الفرد، كأننا مجموعة بتطلب من أجل نفسها. وبعدين في النهاية بنرشم كل اللي حاضرين، الكهنة بيرشموا بعض وبعدين الشمامسة وبعدين الشعب وبعد كده بيبتدي القداس. لما نعدي بسرعة كده على السبع صلوات اللي بنصليهم في سر مسحة المرضى، هنلاقي ان في الصلاة الاولى بنصلي أشيت المرضى وبنقرأ انجيل مريض بيت حزدة. فاللي بيركز على ان المسيح هو الطبيب الشافي لأمراض أجسادنا، ويعقوب الرسول في الكاثوليكون بيقول لنا أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة. الصلاة الثانية بنصلي أشيت المسافرين، وليها معنى رمزي جميل جدا إن إحنا كلنا غرباء في العالم ومسافرين في هذه الدنيا، وفيها معنى إن الإنسان راح مكان بعيد يعني. وبولس الرسول يقول لنا في قراءة البولس اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح. ونقرأ إنجيل زكا، توبة زكا العشار. الصلاة الثالثة بنقرأ فيها الإنجيل من معلمنا متى، وهي إرسالية التلاميذ الاثناشر، اقترب منكم ملكوت الله ويعطيهم المسيح سلطان الشفاء الروحي، لهم اشفوا المرضى، ده هنا الشفاء الجسدي. فالكنيسة بتتشفع في الشفاء الروحي والنفسي والجسدي لأولادها. ونقرأ أشيت أهوية السماء وثمرات الأرض ومياه الأنهار، نطلب الكفاف، يكون لنا الكفاف، نزداد في كل عمل صالح. الصلاة الرابعة إرسالية الرسل السبعين، ونصلي أشيت الرئيس ونطلب أن الله يتكلم في قلب الرئيس من أجل سلام الكنيسة عشان نعيش حياة هادئة وفي الهدوء بتنمو حياة القداسة. بولس الرسول فيها يعلمنا كنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. ونقرأ إنجيل لوقا 10 اللي هو إرسالية الآباء الرسل السبعين. الصلاة الخامسة هنا الكنيسة بقى بتوجه نظر المريض ان المرض قد يؤدي الى النهاية الى الموت يعني، فيكون المريض مؤهل للدخول للسماء. فنصلي أشيت الراقدين ونتكلم على الفردوس موضع الهرب من الحزن والكآبة، وأقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته. وبولس الرسول يقول لنا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، وكأنه بياخدنا للسماء عشان نشوف البركات اللي موجودة في السماء. الصلاة السادسة هنا بقى بنصل للشفاء الروحي، لازم نقدم توبة روحية ونصلي أشيت القرابين. وهنا القرابين لها علاقة بأن الإنسان يقدم كل ما عنده لله. وبولس الرسول يقول لنا في الصلاة ديت كما غفر المسيح لكم كذلك أنتم أيضا ما
من علامات التوبة الحقيقية أن الإنسان يسامح ويغفر كل اللي حواليه. في الصلاة السبعة والأخيرة بنصل للشفاء الروحي، فبنقرأ أشية المعوذين، نصلي أشية المعوذين اللي هم اللي لسه ما دخلوش الإيمان. ومعلمنا بولس الرسول يقول لنا احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا، فيعلمنا أن احنا نحمل أسلحة المحاربة الروحية. ونقرأ إنجيل متى اللي يدعونا إلى عدم الرياء والتظاهر في العبادة عشان ناخد أجر صالح من الله. صلاة غنية ودسمة وقوية وسر عظيم جدا لكل من يؤمن وكل من يمارسه بتوبة وباستعداد. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.